الشمس شمسي والعراق عراقي ما غيرت خلاوة من أخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا نتحدث فيها عن الخيانة والتبجح بالخيانة. يعني أنت تخون الوطن تتبجح، أن تكون عميل وتتبجح بهذا. راح أشوفكم مقطع لأبو نخرورة حتى تعرفون كم هؤلاء موالين لأعداء العراق. خلي نسمع حتى نفهم شو يريد هذا. كيف ستتوافقون مع مشروع آخر غير وطني؟ يتخلون ونتخلى. إذا كنا نحن مرتبطين بإرادة خارجية نتخلى عنها، وعليهم هم أيضا إذا مرتبطين بإرادة خارجية تخلون عنها. يعني هسا تقبل هاي الدولة اللي هي الآن صممت هذه الأزمة كلها من يوم الانتخابات اللي دخلت بها إلى الآن، تقبل أن الإطارين يتفقان على أسس وطنية بعيدة عن الامتدادات؟ هذا بعد موضوع آخر، هم الأخوان كن يقرروا. نحن ندعوهم إلى أن نحن وأنتم عراقيين نجلس على طاولة واحدة. هذا المالكي أبو نخرورة، وهو يؤكد أن كل الأطراف لا تتبع للوطن، كل الأطراف خائنة عميلة. وطبعا احنا متأكدين من هذا اليوم، ونعرفهم حق المعرفة، ونعرفهم بمسميات عديدة، تبعيتهم وأصولهم واتجاهاتهم. هم ضد الوطن، ضد البلد. يعني الأزمة الحالية هل يكون فيها مثلا طرف، هذا الطرف أن يفكرون بالشعب؟ يعني الطرف كل هذه المباحثات وكل هذه الأحداث من كما يذكر يعني من الانتخابات لحد الآن، أكو حديث عن الشعب؟ عن هل الشعب طرف في نزاعاتهم؟ ماكو. وهذا يثبت لكم هؤلاء عدم أهليتهم بإدارة الدولة، بقائهم عالة على العراق، بقاهم يسمح للأعداء بالتدخل. يعني غدا، وغدا لناظره قريب، غدا إذا حدث أن يعني فك لجام الشعب، هؤلاء ما راح يبقون. علينا أن نجهز نفسنا بما نمتلك من قوة حتى نردع هؤلاء ونضعهم في المكان المناسب. وهؤلاء أنتم تعرفونهم، مكانهم المناسب في القمامة. احنا ننتظر ان شاء الله قريبا نشوف هؤلاء وين مصيرهم مع شعب غاضب يعرف جيدا هؤلاء عملاء الكل، لا نستثني أحد، جميعهم، حتى لا تكون هنالك مثلا عند البعض يعني على الأقل يفكر يقول لك ممكن أن يكونون هؤلاء. لا لا، كل هؤلاء هم عملاء للخارج كما يدعي الآن. هو يقول خليهم مو يبتعدون عن الخارج وإحنا نبتعد، معناها هؤلاء ما تصير لهم جارة إلا على أيدي العراقيين، ومعناها السحد. شكرا جزيلا أعزائي، نلتقيكم في قصقوصة أخرى. الشمس شمسي والعراق عراقي ما غيرت خلاوة من أخلاقي.